السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم، والتي نبدأها بالعناوين. مدير الهجرة في ولاية غازي عنتاب التركية يصدر إيضاحات حول العديد من القضايا التي تهم السوريين في الولاية. رئيس هيئة الأوراق المالية في حكومة النظام يتهم البنوك السورية بسرقة المودعين السوريين. وخلال يوم واحد 7 عمليات اغتيال في محافظة درعا، وجميعها على يد مجهولين. أهلا بكم مجددا. نقلت الجالية السورية في ولاية غازي عنتاب عن مدير الهجرة في الولاية تقديمه عددا من الإيضاحات حول الأمور القانونية المتعلقة بالسوريين. المزيد في التقرير التالي. الأوضاع القانونية المتعلقة بالسوريين في ولاية غازي عنتاب كانت محور ما تضمنه اجتماع لجنة التواصل في الجالية السورية مع مدير الهجرة في الولاية السيد فاتح أينا، وبحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني السورية. لجنة التواصل في الجالية السورية أعلنت أنها عرضت عدداً من القضايا التي تهم السوريين وطرحت حلولاً لها، لتنقل عن مدير الهجرة عدة توضيحات بشأنها. مدير الهجرة تحدث عن دوريات أمنية ستبحث قريباً عن عناوين السوريين للتأكد من موثوقيتها عبر السؤال فقط، ونصح السوريين بالإسراع لتثبيت عناوينهم حتى لا يتعرضوا لخطر المساءلة مستقبلاً. كما أوضح أينا أن المقيمين في مناطق تابعة لعنتاب مثل مدينتي نزب وقرقميش سيتم تثبيت عناوينهم في نزب، والمقيمين في مدينتي إصلاحية ونورداغ سيتم تثبيت عناوينهم في إصلاحية. مدير الهجرة نصح السوريين أيضاً بالالتزام بمواعيدهم المحجوزة داخل مؤسسات الدولة، بالإضافة لتسليم إذونات السفر بعد عودتهم من سفرهم حتى ولو كانت مستخرجة عبر تطبيق إي دولات. أما عن الإقامة السياحية المنتهية، فأشار أينا إلى أنه عند تعذر الحصول على جواز سفر ساري المفعول، فيمكن حينها التقدم بطلب الإقامة الإنسانية قبل شهر من انتهاء صلاحية الجواز أو الإقامة. أظن أنه هذه خطوة مهمة، أن كسوريين لما تضغط الحكومة أنه نعمل أذن عمل، لما تضغط الحكومة أنه لازم نكون مقاومين، هي ضمان لحقوقنا نحن كسوريين. يعني أنا كسوري لما أتعرض لمشكلة من طرف سوري تاني، لما بروح بستدعي عليه أو بتدعي عليه من محكمة، في المحكمة من السهل توصل له، لكن لما الأشخاص هذول أساسا ما بيكون وصول لهم سهل، فهذا أساسا حقي أنا كسوري بيكون مهدور. فلذلك بظن أنه هي عفوا خطوة مهمة من الدولة التركية أنه توصل لجميع الناس الموجودين على أراضيها. طبعا هي حاليا بداية للناس الحاملين الكملك، بعتقد راح تصير للناس حتى الحاملين الإقامات. هذه التوضيحات كلها وأكثر قد يحتاجها سوريون كثر مقيمون في الولاية، ولربما يحتاجون إلى تفصيلات أخرى في المستقبل تخفف من تعقيدات القوانين الناظمة أو توضح للناس ماهيتها، ما يجعل كل ذلك على عاتق أعضاء الجالية التي تجتمع بشكل دوري مع المسؤولين وأصحاب القرار في غازي عنتاب. وتنضم إلينا السيدة ملك توما، نائب رئيس مجلس إدارة الجالية السورية من غازي عنتاب. أهلا بك. ما هو تقييمك لمخرجات اجتماع مدير الهجرة في عنتاب مع لجنة التواصل في الجالية السورية؟ أهلا بكم، يسعد مساءكم جميعا. أهلا. الحقيقة الاجتماع بيصير بشكل شهري مع مدير الهجرة بمدينة غازي عنتاب السيد فاتح أينا، وفي بعض الأحيان أيضا كمان يتم الاجتماع مع المدير العام الهجرة كمان بنفس مبنى الهجرة في مدينة غازي عنتاب. الحقيقة هي الاجتماعات كلياتها تكون مع الجالية السورية بغازي عنتاب، مع ممثلين من المجتمع المدني من ناشطين
ومهتمين بالشأن السوري من أجل يتم التواصل مع الجانب التركي لحتى يكون في دائما معلومات محدثة عن الوضع القانوني للسوريين، عن الوضع الإقامات وكذلك أذونات السفر والإذن الخروج والدخول للسوريين. طيب سيدة ملك، كيف رأيتم مخرجات هذا الاجتماع الأخير مع مدير الهجرة في عنتاب؟ الإجراءات الحقيقة هي إجراءات بتسهل وجود السوريين بشكل قانوني بشكل أكبر، والحقيقة بهذا الاجتماع رأينا في تسهيلات مقدمة يعني بشكل أكبر للسوريين، يعني ما عاد يضطروا السوريين إنه هن المقيمين بقرقميش ونزب إنه هن ينزلوا على ولاية غازي عنتاب، لا رح يكون في إلهم تثبيت عناوينهم في مدينة نزب مباشرة. بالإضافة كمان ل الإصلاحية ونور ده كمان رح يكون في تثبيت إجراءات لهم في مدينة الإصلاحية. نعم. دون الرجوع لمدينة غازي عنتاب، مثل ما بتعرف المسافة طويلة بين قرية نور ده وغازي عنتاب، فهي الإجراءات بتسهل إنه السوريين يكون وضعهم القانوني بشكل أسهل، بتسهل عليهم الطرقات والمسافات أيضا. طيب هي إذن قرارات جديدة أم كانت موجودة وتم إيضاحها؟ القرارات هي موجودة دائما، لكن بيكون في تحديث لها، في إبلاغ لها أنه بهي الفترة لازم يتم التجديد عليها بأكثر من فترات ثانية، بسبب أنه مثل يعني في كثير سوريين حسب ما نحن بنكون موجودين بالاجتماعات، في سوريين بيتناسوا أنه هن مين يقولوا النفوس، بيتناسوا على سبيل المثال أو بينسوا أنه هن يرجعوا يقدموا ورقة الخروج والدخول يرجعوا يسلموا، فهي بتعرضهم لمساءلات قانونية انه انتوا رحتوا على سوريا ورجعتوا انه هي الورقة كان لازم انتوا تسلموها من دون ما يكون في عندكم انتوا مساءلة قانونية فيما بعد. نعم سيدة ملك، حتى تكون الامور هي قانونية للسوريين بشكل افضل. نعم، هناك اكثر من بيان شدد فيه المسؤولون الاتراك على ضرورة تثبيت النفوس والسكن، كيف سيفعل من هم مسافرون إلى خارج تركيا حاليا؟ دائما في إجراءات بتكون بتتخذها الهجرة بتكون مسهلة للأشخاص اللي هن إقامتهم مؤقتة بغازي عنتاب أو هن جايين بزيارة أو أمور ثانية، دائما في تسهيلات، يعني دائما بالهجرة لما بيروحوا الأشخاص السوريين والسوريات دائما في تسهيلات، دائما في مترجمين، دائما في إجراءات واضحة بتكون لألون حتى هن قدر المستطاع أنه يكون وجودهم قانوني، أوراقهم، عناوين سكنهم، فهذا الشيء بالعكس هو بصالح السوريين يعني. شكرا لك على هذه الإيضاحات السيدة ملك توما، نائب رئيس مجلس إدارة الجالية السورية، كنت معنا من غازي عنتاب. قال الأمين العام للإئتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، قال إن التغاضي الدولي الكبير عن الأسلحة والترسانة الكيماوية التي يخفيها نظام الأسد يشكل تهديدا كبيرا لملايين السوريين والدول المجاورة، وأكد رحمة على ضرورة بناء آلية قانونية دولية عادلة قادرة على مراقبة ومحاسبة النظام على استخدامه للأسلحة المحرمة دوليا ومنع أي حماية له، مشيرا إلى أن نظام الأسد كان ولا يزال يرد على القرارات الأممية بمزيد من المجازر والجرائم واستخدام الأسلحة الكيماوية، والتي بلغ عدد الهجمات بها 354 هجوما كيماويا منذ عام 2013 وفق المسؤول في الائتلاف. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مجلس الأمن الدولي شكل خيبة أمل كبيرة لعدم قيامه بمسؤولياته في الأزمة السورية بحسب وكالة الأناضول. وأضاف أردوغان خلال كلمته في مؤتمر الاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي المقامة في اسطنبول أن الدول المجاورة لمناطق الأزمات هي من تتحمل العبء الرئيسي في قضية الهجرة واللاجئين وليست الدول الغربية. اتهم مسؤول اقتصادي في حكومة النظام المصارف السورية بسرقة أموال المودعين بطرق غير قانونية، واصفا ما تقوم به المصارف في مناطق سيطرة النظام بالجريمة الاقتصادية.
المصارف السورية تسرق المودعين. هذا ليس كلام معارض لنظام الأسد أو تصريحا لمسؤول غربي، بل هو كلام رئيس هيئة الأوراق المالية التابع للنظام عابد فضيلة. فضيلة، وخلال تصريحات نقلتها صحيفة الوطن الموالية للنظام، اعتبر أن إلزام المودعين بإبقاء 500,000 ليرة سورية لمدة 3 أشهر على شكل وديعة بلا فائدة تمثل حالة سرقة من البنوك للمودع. مسؤول النظام الاقتصادي أشار إلى أن تحديد سقف السحوبات اليومي بمبلغ 2,000,000 ليرة سورية يعتبر غير قانوني، لما له من دور سلبي أدى إلى خروج الكثيرين من النشاط التجاري، وصفا ما تقوم به المصارف في مناطق سيطرة النظام بالجريمة الاقتصادية. إجراءات النظام ستزيد فجوة الثقة بين المستثمرين والبنوك بحسب كثير من الاقتصاديين السوريين. هذا القرار بيؤدي إلى زيادة فجوة الثقة بين المستثمرين والمودعين مع البنوك، فنحن قدام مشكلة كتير كبيرة، وخاصة أنه رح يتم الاعتماد على السوق السوداء ما أمكن حل هاي الأمور بالسوق السوداء. يعني إذا كانت السوق السوداء رح توفر نفس الخدمة للعميل، فهو رح يتجه نحو السوق السوداء ويترك البنوك. هاي شغلة تانية. الشغلة الثالثة هي أنه توجه الاستثمارات نحو الاستثمارات على شحها نحو الانعدام، يعني نحن على قلة الاستثمارات الموجودة عندنا في سوريا أو خاصة بمناطق النظام هي رح تتجه نحو الانعدام، وأصلا هي قليلة كتير. فلذلك هذا القرار هو بيؤدي إلى زعزعة الأمور أكثر بالمجال الاقتصادي في مناطق النظام السوري. رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عابد فضيلة كانت له تصريحات سابقة قال من خلالها إن السوريين في الخارج يملكون الأموال أكثر من الخليجيين، مطالبا بالتحفيز على عودة الاستثمار في مناطق النظام. في الآونة الأخيرة بات النظام يلاحق مكاتب الحوالات المالية في محاولة منه لوقف نزيف الليرة السورية وانهيارها أمام الدولار الأمريكي. إجراءات النظام لم تنهي أزمات ندرة المحروقات أو الخبز أو الكهرباء أو غلاء المواد الأساسية والغذائية، وليبقى المواطن السوري وحده من يدفع الثمن منذ 10 أعوام مع استمرار النظام بسياسته وعقليته المعهودة وإصراره على تمسكه بكرسي الحكم. أجرى المجلس المحلي في بلدة تركمان بارح شمالي حلب انتخابات لأعضائه بإشراف مجلس محافظة حلب الحرة ومراقبة من قبل منظمات المجتمع المدني وجهات أخرى، وترشح لعضوية المجلس 32 عضوا لاختيار 15 عضوا، فيما شهدت إقبالا جيدا من قبل الأهالي في المنطقة، وهي الانتخابات الثانية من نوعها في المناطق المحررة. علامة وبصمة تركها مجلس بلدة تركمان بارح المحلي كثاني تجربة انتخابات شعبية للمجالس المحلية التي تدير مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، بعد تجربة انتخابات قرية تلعار التي جرت منذ أشهر، وصفت وقتها كخطوة في تحقيق إرادة الشعب في اختيار أصحاب المناصب التي تتعلق بحياتهم في المناطق المحررة، تعزيزا لشرعية هذه المجالس بالنسبة للأهالي. والله جيت البيت عملية سلسة وبسيطة وما في أي يعني إزعاجات ولا أي شيء، وانتخابات حرة ونزيهة إن شاء الله. هي أول تجربة، أول مرة بحياتنا بننتخب انتخابات حرة ونزيهة وما حدا حكى معنا ولا حد جبرنا ولا شيء. هذا المركز الذي أقيم في الثانوية الشرعية في البلدة يلاحظ فيه إقبال الأهالي على صناديق الاقتراع التي يديرها أعضاء مجلس محافظة حلب الحرة، ويراقب العملية مندوبون من منظمات المجتمع المدني وجهات أخرى للتأكد من عدم حصول أي عملية غير قانونية قد تشوب الانتخابات. دور مجلس محافظة هو دور رقابي وإشرافي، فقمنا بالتحضير والتجهيزات للانتخابات منذ أكثر من شهر ونص، قرابة الشهرين. طبعا تم عقد مذكرة تفاهم مع مكتب التنمية المحلية لدعم اللوجستيات للعملية الانتخابية، كما تم تشكيل لجنة انتخابية مؤلفة من 5 أعضاء
بالنسبة للإقبال، في إقبال من الناس، طبعا ممكن ما يكون إقبال من كامل الناس، لأني في ناس عندها ردة فعل من سابقا الانتخابات اللي كانت تجرى، لكن حاليا إن شاء الله يعني ممكن تكون حجرة أساس حتى نبدأ انتخابات نزيهة. تعود تدريجيا الانتخابات الحرة التي طالما حلم بها السوريون لاختيار من يمثلهم، على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه المنطقة خصوصا في تشكيل المجالس المحلية، لكن التجربة تحتاج وقتا قبل تعميمها على المؤسسات والهيئات في الشمال السوري. تشكل هذه التجربة الانتخابية في بلدة تركمان بارح التجربة الثانية في ديمقراطية انتخاب المجالس المحلية في ريف حلب، ويأمل الأهالي أن تعمم هذه التجارب على باقي المناطق المحررة خصوصا المدن الكبيرة. مالك أبو عبيدة، قناة حلب اليوم، ريف حلب الشمالي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. تحت شعار مواجهة التحديات من أجل عالم أفضل، اختتام أعمال قمة البوسفور الدولية في مدينة إسطنبول. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المساء تأتيكم من قناة حلب اليوم. قتل 7 أشخاص في محافظة درعا خلال يوم واحد وفي مناطق متفرقة، جميعهم قتلوا على يد مجهولين بحسب مراسل حلب اليوم. تجمع أحرار حوران قال إن الأهالي عثروا في منطقة الشياح جنوب مدينة درعا على جثة شقيقين مقتولين، وقبلها عثر على جثتين قرب الطريق الدولي قرب بلدة الغرية الغربية، وقبلها أطلق مسلحون النار على نائب رئيس المجلس البلدي في مدينة إنخل التابع للنظام العقيد المتقاعد مأمون الجباوي، فيما قتل المدعو أبو صدام خربة التابع للواء 8 المدعوم روسيا برصاص مجهولين في الريف الشرقي من المحافظة. وفي ذات اليوم قتل الشيخ أحمد البقيرات عضو اللجنة المركزية في بلدة تل شهاب على يد مسلحين بحسب التجمع. ينضم إلينا السيد أيمن أبو محمود الناطق باسم تجمع أحرار حوران من عمان. أهلا بك سيد أيمن. بداية، من المستفيد من عمليات الاغتيال المتكررة هذه في درعا؟ نعم، السلام عليكم، حياكم الله. حقيقة المستفيد الأبرز بلا شك هو نظام الأسد وإيران من خلفه في محافظة درعا منذ 3 سنوات، منذ سيطرة النظام السوري والميليشيات الأجنبية على محافظة درعا، وعمليات الاغتيال مستمرة، وهي منذ التسوية الأخيرة التي أجراها النظام في أيلول الفائت ارتفعت حقيقة أعمال
الاغتيال والتصفية بحق المعارضين. 55 عملية اغتيال وثقناها في تجمع أحرار حوران منذ شهر ومنذ شهرين حقيقة، يعني منذ انتهاء عمليات التسوية تم تسجيل 55 عملية اغتيال في محافظة درعا. معظم هذه العمليات وحقيقة معظم عمليات الاغتيال تطال معارضين لمشروع التمدد الإيراني في محافظة درعا، وحقيقة هذه العمليات التي تطال يعني بمعظمها الشرفاء الذين من الممكن أن يكونوا حجر عثرة في وجه مشروع التمدد الإيراني في محافظة درعا. طيب سيد أيمن، على ماذا يدل تزايد عمليات الاغتيال في هذه الفترة، وماذا عن اتهامات النظام بالوقوف خلفها لغاية ربما زيادة قبضته الأمنية؟ نعم، فيما يخص هذه العمليات، عمليات الاغتيال التي يعني تقوم عليها مجموعات وخلايا أمنية، الفرقة الرابعة انسحبت من محافظة درعا، الفرقة الرابعة المقربة من إيران انسحبت مؤخرا من محافظة درعا، ولكنها أبقت على مجموعات وخلايا أمنية تعمل يعني بإدارتها في هذه المنطقة. النظام يتعمد هذه الفوضى، يتعمد الفلتان الأمني ليكثف من قبضته الأمنية. النظام في الآونة الأخيرة يعني وحدثت عدة تفجيرات، وكانت وسائل إعلام النظام قد أشارت إلى وجود يعني سيارات وأيضا دراجات نارية مفخخة قرب حواجز عسكرية، وهذا الأمر كان مفبرك من قبل نظام الأسد يعني، ونحن نعلم جميعا أن روسيا وباتفاق دولي في الآونة الأخيرة أجبرت نظام الأسد على سحب العديد من الحواجز العسكرية بمحافظة درعا. بالمقابل المخابرات الجوية والنظام يعني يتعمد هذه الفبركات، وأن هناك تفجيرات قرب حواجزه العسكرية، وأن هذه التفجيرات من الممكن أن تستهدف سيارات شرطة الاحتلال الروسي، ولذلك كي النظام يعني يكثف من قبضته الأمنية ويزيد من حواجزه العسكرية ويطالب الروس بزيادة أعداد الحواجز في هذه المنطقة. لذلك النظام يتعمد نشر هذا الأمر، وبالمقابل يعمل على تصفية المعارضين ويستمر بمشروعه باغتيال المعارضين، وأبرزهم كان يوم أمس الشيخ أحمد البقيرات، وهو أحد أعضاء اللجان المركزية في المحافظة، والمعروف عنه أنه معارض لمشروع التمدد الإيراني في المنطقة الغربية وفي محافظة درعا عموما. شكرا لك السيد أيمن أبو محمود الناطق باسم تجمع أحرار حوران، كنت معنا من عمان. ضبطت قوات سوريا الديمقراطية كمية كبيرة من حبوب المخدرات في صهاريج تابعة لشركة القاطرجي بريف الرقة الغربي، وفق ما ذكره موقع عين الفرات المحلي. وقال الموقع إن قسد عثرت على 1500 حبة مخدر من نوع كبتاجون مخبأة في أحد الصهاريج أثناء وصول 125 صهريجا تابعا لشركة حسام القاطرجي بهدف التوجه نحو الحسكة للتزود بالنفط الخام. أعلنت السلطات الأمنية الأردنية إحباط محاولات تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية. وبحسب موقع خبرني نقلا عن مصدر مسؤول، فإنه وبعد تفتيش المنطقة عثر على 770 ألف حبة كبتاجون و 969 كف حشيش وأسلحة نارية من نوع كلاشينكوف. قال وزير الكهرباء لدى حكومة النظام غسان الزامل إن نسبة صيانة وتأهيل خط الكهرباء الذي يربط بين سوريا والأردن وصلت إلى أكثر من 50% بحسب وكالة سانا التابعة للنظام، وبلغت قيمة الأضرار بالخط 5.5 مليون يورو بحسب تصريحات فواز الظاهر مدير المؤسسة العامة السورية لنقل وتوزيع الكهرباء، فيما بلغ عدد الأبراج المتضررة 251 برجا بحسب سانا. اختتمت في مدينة إسطنبول منذ أيام قمة البوسفور بنسختها 12، والتي جرى تنظيمها من قبل منصة التعاون الدولي تحت شعار العمل من أجل عالم أفضل. وشارك في القمة ممثلون من 49 دولة حول العالم، تطرقوا خلال الجلسات للعديد من الملفات لجميع الدول. بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال من 49 دولة وتحت شعار مواجهة التحديات من أجل عالم أفضل،
اختتمت فعالية قمة البوسفور في اسطنبول بدورتها 12 بحضور شخصيات سياسية وباحثين واقتصاديين من تركيا والعديد من دول العالم. تطرق الحاضرون فيها للعديد من القضايا العامة التي تهتم بها جميع الدول التي تسعى لتحسين الظروف الدولية على كل الأصعدة. نعتبر أنفسنا مؤسسة فكرية تستضيف رجال الأعمال والمقاولين والسياسيين في عقد هذه القمة وهذه الجلسات الهادفة بين الحاضرين من مختلف دول العالم. ناقشت القمة الأعمال المصرفية والتمويل والهجمات الإلكترونية والصناعات الدفاعية وتغيير المناخ، كما بحثت الرؤى الجديدة للعالم المتغير، وتناولت الكثير من المواضيع العالمية العالقة التي من شأنها أن تؤثر على الحياة بشكل عام، كالاحتباس الحراري والذكاء الاصطناعي. ولعل جائحة كورونا من أهم الملفات التي تطرق إليها الجميع، كونها أثرت بشكل سلبي جدا على دول العالم أجمع. قضايا الاقتصاد الإسلامي، قضايا المرأة، قضايا البيئة، قضايا التغيرات البيئية، قضايا الآن أزمة الكورونا، فهي تعالج القضايا الناشئة أو الطارئة وكذلك القضايا الموجودة. يعتقد الكثيرون أن الهدف من قمة البوسفور هو جلب الاستثمارات الأجنبية إلى تركيا فقط، لكن الغاية بعيدة المدى بحسب القائمين عليها، هي الوصول مع الدول المشاركة لنظام عالمي جديد وعادل على كل الأصعدة. هي ليست القمة الأولى ولن تكون الأخيرة، يسعى القائمون عليها لمواجهة التحديات السنوية العالمية، وذلك من أجل الحصول على أهداف سامية من أجل عالم أفضل للجميع. حسين الزيدي، حلب اليوم، مدينة اسطنبول. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة التي قدمناها لكم من قناة حلب اليوم. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. إلى اللقاء بإذن الله.